اهلا بيكم في حلقه جديده من ارت لاب. انا احمد عبوده وفيلم النهارده اليفنت. فيلم اليفنت هو فيلم امريكي من انتاج 2003، وهو فيلم دراما وجريمه. الفيلم بيحكي قصه مجموعه من الطلاب في مدرسه في الولايات المتحده وروتينهم اليومي وحياتهم اليوميه في اثناء ما اتنين تانيين من زمايلهم بيخططوا لشيء شرير جدا. الفيلم من اخراج جاس فان سانت، وهو مخرج امريكي عاد اشتهر بافلام زي جود ويل هانتنج، وهو هنا بيعمل فيلم مختلف تماما يشبه الى حد ما الرشومون افكت اللي احنا اتكلمنا عنه في فيلم رشومون. فبنشوف الفيلم هنا مجموعه من المقاطع الطويله. الفيلم العادي مجموعه الشوتس فيه تقريبا بتبقى 1250 1200 شوت في نفس المده بتاعه الفيلم ده. الفيلم ده فيه 88 شوت، نصهم في اخر 20 دقيقه، وهو الفيلم ده جزء من رباعيه الموت اللي هو عملها، واللي بتضم فيلم اليفانت وفيلم جيري في 2004 ولاست دايز في 2005 وبارانويد بارك في 2007. والعامل المشترك اللي بيجمع الافلام دي كلها هو الموت على ايد حد غريب عنك. والفيلم من كتابه جاس فان سانت برضه، ولكن هو هنا معظم الفيلم كان مرتجل مبني اصلا على قصه قصيره هو كان كتبها. مدير التصوير هو هاريس سافيدس، ومعظم الفيلم هنا عباره عن لقطات طويله جدا بكاميرا محموله، زي لقطه الثلاث بنات مثلا اللي ماشيين في الكافيتيريا، عباره عن 5 دقائق متواصل بيصوروا وهم ماشيين. معظم ممثلين الفيلم ده مش ممثلين اصلا، وهو اصلا ناس عاديه، واختار 15 شخص عشان يمثلوا الفيلم من 1500 واحد اتقدموا، واللي اختارهم معظمهم حتى كمان باساميهم الحقيقيه طالعين في الفيلم. فالفيلم من بطوله اليكس فروست في دور اليكس، اريك ديولين في دور اريك، والياس ماكونل في دور الياس. الفيلم بيبدا بسياره ماشيه بهدوء جدا في الشارع، و بتخبط عربية راكنة بتكسر المراية بتاعتها. احنا بنتوقع كارثة جاية. الهدوء والريتم بتاع حركة الكاميرا والمشهد كله بيحسسنا دايما ان في مصيبة جاية. ده مش طبيعي وده مش المفروض انه يحصل، لان المكان شكله مكان امن جدا ومسالم جدا. بنكتشف بعد كده ان اللي كان سايق العربية هو ابو طالب في المدرسة، والاب هو اللي سكران. هنا هو المخرج بيعمل ايه؟ بيسبفرت الاكسبكتيشن، يعني بيخلينا نتوقع حاجه وبقى كده يدينا عكسها. فاحنا بنفترض هنا ان اللي سايق عيل صغير واخد عربيه ابوه، ولكن بنتفاجئ ان الاب هو اللي مش مسؤول وان الابن هو اللي مسؤول. بيبتدي يدخلنا بقى في مجموعه شباتر ورا بعض عن الحياه واليوم من وجهه نظر الشخصيات، بتعرفنا بالشخصيات. فبيورينا اول واحد اللي هو جون، وهو الولد اللي كان في العربيه مع ابوه. بعديها بيورينا الياس اللي هو ولد بيحب التصوير. بعديها بنشوف الكاميرا بقى ثابته، وممكن الكاميرا تمشي ورا اي حد. الحركه دي بيعملها ميكائيل هانكا في افلامه هنا، بس الكاميرا بتبقى ثابته 100%، ما بتمشيش ورا حد. هنا الكاميرا بتمشي، بتختار واحد وبتكمل وراه. بعد كده الكاميرا بتروح مع واحد، وبنشوفه وهو رايح بقى يقابل البنت بتاعته. فبيطلع بقى ايه، ده اسمه نيثان والبنت اسمها كاري. وبعد كده بنفضل بقى اليوم كله من ده لده، بنشوف اليوم هو نفسه من وجهة نظر ده ومن وجهة نظر ده. وبعدها بنشوف جون وهو طالع من المدرسة، وفي طريقه هو طالع بيقابل اتنين من زمايله لابسين لبس عسكري وشايلين شنط بقى واسلحة وبتاع، حاجة يعني ايه، شغل خطير يعني. وبعد كده بيقول لنا ان دول بقى اريك واليكس. بيرجع بينا فلاش باك لورا ويورينا يوم في حياة اريك واليكس، وبنشوفهم وزمايلهم بيتنمروا عليهم في المدرسة. بعديها بنشوف اريك وهو ماشي في المدرسة ماسك نوتة وبيكتب، بيكتب اسامي زمايله. نقطع ونروح لبنت اسمها ميشيل، ودي عندها مشكله في ثقه في النفس، ان هي شايفه نفسها مش جميله، يعني مش قادره تلبس شورت في حصه الالعاب زي ما المدرسه بتطلب منها، فده مسبب لها مشاكل اجتماعيه، مش قادره تفيت ان في المدرسه. فبيجيب لنا شورت يوريها لك في ملعب السله ضئيله جدا في وسط الملعب، كان المكان ده كبير عليها. بعديها بيجيبها لك وهي بقى في اوضه تغيير الهدوم بتاعه البنات، وبتتعرض للتنمر من زمايلها، بيرموا عليها كلام وهي قاعده كده، فبتجيبها لك وكانها محبوسه جنب الدولاب كده، محبوسه في الكادر وضيق عليها، حاسه بالضيق ومن ظهرها، لان هي ما بتظهرش مشاعرها فبيخبي مشاعرها حتى عننا احنا. بعديها بيروح يورينا بريتني وجوردن ونيكول، ودول 3 بنات بقى اللي هم الحلوين بتوع المدرسه بقى. بنشوفهم هم دول اللي كانوا بيتنمروا على ميشيل، وبعد كده بيجيبهم لك بقى في يوم وهم بياكلوا، حرفيا بياكلوا 5 جرام اكل تقريبا، بعد كده بيخشوا هم التالتة يرجعوا عشان ما يتخانوش.
بنات يعني في الظاهر هم شخصيات وعندهم ثقة في نفسهم وبيتنمروا على خلق الله، بس من جوه هم ما عندهمش ثقة كافية في نفسهم حتى ان هم ياكلوا. بعديها بيرجعنا تاني لإيريك وأليكس، وبنشوفهم بقى وهم بيشتروا سلاح اونلاين كأنهم بالظبط يعني لو في جي تي ايه، لو بتلعب لعبة على الكمبيوتر مش هيبقى الموضوع سهل بالشكل ده، بس هو للأسف في أمريكا الموضوع سهل كده فعلا. فبنشوفهم هم بيشتروا السلاح وقاعدين بيتفرجوا على فيلم وثائقي لهتلر، وحاجة يعني لوز العنب، شباب زي الورد. وبنفس الريتم بقى بتاع احداث الفيلم ونفس طريقه التصوير، بنشوفهم هما بيستعدوا وبيتدربوا بيرتبوا عشان اليوم اللي هيعملوا فيه العمله بتاعتهم. وفي اثناء ما هما بيتكلموا بقى هما هيعملوا ايه، بيقطع لنا بقى ما بين وهم بيخططوا للحدث نفسه وهو بيحصل، بيربط لنا الاتنين ببعض لقطه بلقطه لقطه بلقطه. فبنشوف بقى الحاجه وهي بتتنفس بدم بارد جدا وفي هدوء فظيع، بيخشوا المدرسه وبيبتدوا يقتلوا الطلبة واحد ورا التاني بمجموعة من الأسلحة، وبعد كده يقتلوا المدرسين، حاجة قمة في المرض النفسي والرعب. مشهد من كتر ما هو هادئ انت هتحس بإحساس غير مريح تماما، فعال أكتر مليون مرة من لو كان عمل المشهد كله أكشن وسسبنس. بتلاقي لقطة بقى في وسط الأحداث دي كلها ما بتحصل، الوحيد اللي مش خايف في وسط الناس دي كلها هو الطفل اللي من أصل أفريقي، الشاب اللي هو من أصحاب البشرة السوداء في وسط ده كله، لأن ده أصلا عايش في مجتمع كله ضرب نار، والفيلم كله عبارة عن ستيرو تايبس يعني أنواع من الناس، الشاب الأسود اللي جاي من حي فقير، البنت اللي بيتنمروا عليها، الواد اللي بيلعب في فريق الكورة اللي مصاحب أجمل واحدة في المدرسة، وهكذا البنات اللي هم الحلوين اللي بيتنمروا على بقية الناس. هو بينقل لك حاجة من الواقع، حاجة احنا كلنا عارفينها بس محدش بيتكلم عنها. الوحيد اللي ما بيخافش من ضرب النار هو الولد ده، هو أشجع واحد فيهم لأنه متعود على الإرهاب وعلى الخوف من وهو صغير، لأنه عايش في انعدام أمان أصلا. فبنلاقيه ماشي بينقذ واحدة وبعد كده بيرجع يدور بقى يشوف إيه اللي بيحصل لحد ما بيتضرب بالنار. والولد ده كان اسمه بيني. بياخد بقى فانسانت وقته تماما في نقل الرعب، وبيشرب بقى ايه اللي بيشربك اللقطة وبيشربك الإحساس واحدة واحدة بدون أي استعجال. بعد كده إيريك بيقتل زميله اللي هو ليه لأ يعني، فبيقتل زميله اللي هو جاي أصلا معاه يقتل بقية الناس. وبعد كده بيخش يلاقي بقى إيه الواد اللي هو الحلو بنت صاحبته واقفين مستخبيين في التلاجة بتاعة المطبخ، فبيقعد بقى يعمل لهم اللي هو إيه زي حادي بادي كرومب زبادي بس اللي هي بتاعة أمريكا يعني، اللي هو إيني مايني مايني تو الكلام ده كله. فبيقف بقى يعني إيه اللي هو أقتل مين فيكم الأول. الكاميرا بقى في اللحظة دي من كتر الشر اللي في المكان بنحس إن الكاميرا نفسها خافت وبتبتدي ترجع لورا، بدل ما كانت على طول بتمشي لقدام بتبتدي ترجع لورا خايفة منه، وبتطلع من الأوضة بهدوء وبينتهي الفيلم. فيلم إليفانتو من الأفلام اللي ممكن واحد يتفرج عليها يحس إن هو ممل جدا، بس زي أي فيلم حلو الفيلم محتاج صبر ومحتاج إن أنت تسيب الموبايل من إيدك وتتفرج فعلا على الفيلم. طب ليه المخرج بقى هنا أصلا بيستخدم الريتم ده؟ ليه حركة الكاميرا عاملة كده؟ حركة الكاميرا عاملة كده عشان الإكسبكتيشنز، كل ما هيديك وقت كل ما هتتوقع حاجات، بعد كده هتلاقي اللي أنت بتتوقعه مش حقيقي وما بيحصلش. هتيجي لحظة انت هتتوقع الأسوأ وهيحصل، هي دي اللحظة اللي انت هتخاف فيها لأنك مش هتتخيل ان ممكن حاجة بالسوء ده فعلا تحصل. المدهش هنا والمرعب ان دي أحداث حقيقية، ده حصل فعلا. فده بيودينا للنقطة التانية، وهي ليه أسامي الشخصيات لما هو هيعملهم ستيريو تايبنج وهياخد أنواع من الطلبة، طب ليه بيحط أساميهم بالبنط العريض على الشاشة؟ لما بيحصل حادثة زي دي بيتكتب 7 قتلى 8 قتلى 20 قتيل 25 قتيل، ما بيتكتبش مين دول. هو هنا بيحاول يأنسن الشخصيات بتاعته ويحولهم لبشر، يرجعهم لحقيقتهم عشان ما ندخلش في دوامة ان احنا نلغي الناس ونحطهم دايما على ان هم رقم، لا بيورينا ان هم دول اللي بيموتوا دول بشر حقيقيين، ناس عندها افكار وعندها طموحات واحلام وبتعيش وبتتنفس زينا. القتل والجهل هو اللي حولهم لارقام. بنشوف هنا بصريا بقى، ما هو ما فيش كلام كتير في الفيلم وفي نفس الوقت ما فيش احداث كتير، فهو بيوريك هنا بقى بصريا علاقتهم بالمكان وعلاقه والعامل المشترك ما بين الشخصيات دي كلها. فبنشوف ان السيستم نفسه فيه مشكله، السيستم نفسه النظام المدرسه نفسها عامله ازمه لكل الطلبه ما عدا طالب واحد، هو طالب اللي بيلعب في فريق الكوره اللي هو مشهور ما بيتعرضش لازمه، ولكن الباقي كله عنده ازمه، سواء الازمه دي جوه المدرسه او بره المدرسه. في الاخر
في الحالتين العيب من السيستم نفسه، فبنلاقي الشخصيات معظمها بيجيبها لك صغيرين جدا في مكان واسع عشان يبين لك ان هم الحاسين بالضياع والتوهان في وسط المكان ده. نفس الحكايه الفوكس، ممكن يجيبهم لك الشخصيات يجيبها لك معزوله جدا، الفوكس واسع جدا، الشخصيات اللي ورا بعيده ومتغلوشه جدا، فانت مش عارف مين اللي واقف حواليهم، لكن هم في الفوكس جدا. ده دليل على عزلتهم عن الناس اللي قريبه واقفه جنبيهم، ولكن معزولين عنهم تماما. فبنلاقي الولد اللي ابوه سكران، المدير بيزعله عشان متاخر وبيحاسبه وبيعاقبه، بتلاقي البنت اللي هي ما عندهاش ثقه في نفسها بتتعرض للتنمر، بنلاقي البنات اللي بتتنمر اصلا عندها مشاكل في ان هي تاكل وتحس بالثقه في نفسها، والسيستم غافل وعميان تماما عن كل دول. بنشوف برضو السلاح وسهولته، ده انا حاجه ما عنديش تعليق عليها، ده شيء فوق الوصف. اللي يروح امريكا هيلاقي فيه سلاح بيتباع في وول مارت، وول مارت ده سوبر ماركت، فكونك تقدر تدخل سوبر ماركت تشتري سلاح دي حاجه انا ما اقدرش اقول عليها حاجه. انا ما اعرفش الناس هناك بتفكر ازاي، بس ده معناه ان منطق عدم في المكان، مفيش منطق نهائيا ان السلاح يبقى متاح بالشكل ده. الهدف بقى التاني من الريتم ده هو ان انت مش هتبعد عينيك. انا خدت اهتمامك عشان اقول لك على القضيه دي لمده ساعه، ساعه وربع، هتركز معايا الساعه وربع وهفرجك على اللي انت رافض تشوفه، هفرجك على حياه الناس دي، وهفرجك على يوم في حياتهم اللي المفروض ان ده ما يبقاش اخر يوم في حياة اي حد. ده الناس دي كلها ما اذتش حد، الناس دي عايشة عادي، مش طبيعي نهائيا ان دي تكون نهايتهم. بنيجي هنا بقى للنقطة اللي بيتكلم عنها الفيلم والقصة اللي مبني عليها، قصة الماس شوتينجز، او ان هو شخص يخش في مكان يقتل كل اللي فيه. شيلها هنلاقي ان في 2023 بس كان في 9700 شخص، ارقام، ماتوا بسبب حوادث اطلاق نار، و 18000 إصابة بسبب نفس الحوادث. كان في 360 حادثة ماس شوتينج في أمريكا السنة دي بس. طبعا قبل ما الفيديو ده ينزل هيكونوا زادوا، لأن الموضوع هناك مريب، غريب، مش منطقي، بيحصل بشكل متكرر جدا. من ضمن ده كله في على الأقل 143 طفل ماتوا بسبب نفس الحوادث. ده عبث، ده شيء غير منطقي تماما. هتيجي تقول طب ده لا ينطبق علينا، احنا مالنا، احنا عندنا مفيش الكلام ده. شيل بقى ده كله، حط مكانه واحد قتل واحدة في الشارع، واحد قتل مراته، واحد قتل خطيبته، واحد قتل واحد، اتنين اتخانقوا ضربوا على بعض نار، نفس الحدث اللي بيحصل عندهم، ولكن عندنا بيحصل على سكيل صغير، على أعداد أقل، ولكن بيحصل بكمية أكبر. كل ده بيجتمع تحت مبادئ واحدة، تحت أفكار واحدة، وهو القصة إيه معنى إليفانت هنا؟ ليه الفيلم اسمه إليفانت؟ والفيلم مش عن الفيلة. فكرة اسم الفيلم هنا مش على جملة The Elephant in the Room اللي بتتقال، اللي هو يبقى فيه موضوع كلنا عارفين ان هو غلط بس محدش بيتكلم عنه. ده معنى Elephant in the Room، والناس فاكرة ان الفيلم اتسمى كده عشان الجملة دي، ده مش حقيقي. الفيلم اتسمى كده بناء على قصة عن أربع عميان، أربعة مش بيشوفوا، فكل واحد فيهم حاطط إيده على جزء في فيل وبيقول ان هو حيوان مختلف. ده بيقول لا 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 اللي قدامي دي زرافة، دي يجي تاني مثلا يحط ايده على وشه يقول لك اه لا ده اسد، دي يجي واحد تالت يحط ايده على ديله يقول لك ده حصان. كل واحد بيحط ايده على نفس الحيوان بس كل واحد بيقول عليه حاجه مختلفه لانه مش شايف. ده اللي الفيلم بيتكلم عنه، وهو ان المشكله قدامنا كلنا بس احنا مش عايزين نشوفها. الفيلم فيلم إليفانت هنا مش بيتكلم عن حاجه خاصه بس بامريكا، الفيلم بيتكلم عن مشكله تخص الجميع. القصه هنا عن مفهوم المشكله وعن نظرة كل شخص ليها، عن أي حاجة فيها عنف بيواجهها المجتمع ككل. أنت هتشوف حاجة وأنا هشوف حاجة تانية. القالب اللي عايشين فيه ما بيسعش الكل، والحل تايه لأن كل شخص عاوز إجابة تناسبه هو بس، والمشكلة الحقيقية تايهة ما بين الجميع. شيل من القصة عنوان القتل، حط أي مشكلة مجتمعية مكانه، وشوف كل واحد بيبص لها إزاي، وكل واحد بيقول عليها إيه، وكل واحد شايفها إزاي، وكل واحد عنده حل إيه. كل واحد بيقول على نفس المشكلة إن هي مشكلة تانية وبيبص لها غير ما الباقي بيبص لها. كل شخصية في الفيلم كان عندها سبب إنها تفسد، كان عندها سبب إن هي تأذي، كلهم اتعرضوا إما لتنمر أو لا مسؤولية أو الإهمال أو الحزن أو الغضب، ولكن المصايب اللي زي دي مش محتاجة أكتر من واحد عشان تحصل، هو واحد بس يكفي إن واحد يستسلم للضغط وينتقم بالشكل اللي هو شايفه، ده هيؤدي لمصيبة تطال الجميع. وطول ما السبب
موجود، وطول ما العامل المسبب للمشكلة موجود، وطول ما فيه لا مبالاة كافية ان احنا نغمض عينينا ونحط ايدينا كل واحد على حتة مختلفة في نفس الفيل، يبقى فيه كل شوية واحد جديد بيفسد. فيلم إليفانت من الافلام اللي عملت ضجة كبيرة جدا، لان هو كانوا بيتهموه ان هو فيلم بيستغل معاناة الناس، لان كان في حادثة حصلت قبلها على طول. هو اصلا الفيلم مبني عن الحادثة، بس يعني ايه مش عايزين يقولوا ايه، فاحتراما لمشاعر الناس غيروا الاحداث والفيلم والمكان والكلام ده كله، بس هو الفيلم مبني على احداث القصة دي يعني. وهي كانت تقريبا احداث كولومبيا، كان برضو واحد دخل المدرسة وقتل زمايله والكلام ده كله. فالفيلم عمل ضجة كبيرة جدا وعمل دوشة كبيرة جدا، وكان فيه مؤيد ومعارض لفكرة الفيلم. و طبعا اللي اتقال عن الفيلم ان هو دوكيو دراما، يعني ان هو دراما وثائقيه وان هو بينقل احداث حقيقيه، ولكن المخرج رفض ده كله وقال ان الفيلم عن ثمن اللامبالاه وطبيعه العنف في بلدهم والكراهيه. والفيلم بيعتبر من الافلام المفضله للممثل الكبير توم هانكس. الفيلم حصل على 9 جوائز و14 ترشيح، واخد 3 جوائز في مهرجان كان، كان منهم السعفة الذهبية وجائزة أحسن مخرج وجائزة من وزارة التعليم. وتقييمات الفيلم على IMDB الفيلم واخد 7.1/10، وعلى ميتا كريتيك الفيلم واخد 70/100، وعلى روتن توميتوز الفيلم واخد 79 من الجمهور و74 من النقاد. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة من ارت لاب.